أخيرا سوريا في المركز الأول على مستوى العالم لتحطم الرقم القياسي، لكن للدول الأكثر فقرا على الكرة الأرضية بنسبة تجاوزت 82%، متفوقة على دول كثيرة. بعد سنوات طويلة من حرب نظام الأسد على الشعب السوري وتخبطه في إيجاد الحلول المعيشية التي عصفت في مناطقه من أزمة المحروقات والخبز وآخرها أزمة البيض وارتفاع أسعار المواد الغذائية مع هبوط الليرة السورية أمام الدولار، ليجد السوريون أنفسهم في هذه المكانة من العجز المعيشي. لذلك كان لابد من إجراءات أخرى توازيه من أجل أن نشعر بهول هذا القانون، وبالتالي كان لابد من أن يكون هناك ضغط على لقمة المواطن. بعيداً عن ترويج وسائل إعلام النظام عن نظرية المؤامرة وأمام الواقع الذي يعيشه السوريون، حذر برنامج الغذاء العالمي من وجود ما يزيد على 2 مليون سوري قد يواجهون مصير انعدام الأمن الغذائي، ليس في مناطق سيطرته فحسب وإنما في كل الأراضي السورية، ليصبح الرقم 11 مليوناً. في السياق ذاته أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية عدة أضعاف عن العام الماضي بالتزامن مع وجود جائحة كورونا التي عطلت كثيرا من الأعمال على مستوى العالم، والتي قد تؤدي إلى دخول سوريا في نفق المجاعة الحقيقية، الأمر الذي يتطلب تقديم مساعدات عاجلة لتدارك كارثة إنسانية تلوح في الأفق. تحذيرات كثيرة وتخوفات أكبر تطلق بين حين وآخر، يقف النظام إزاءها متفرجاً على واقع المأساة السورية التي كان هو السبب الرئيسي فيها وفي الأوضاع التي وصلت إليه، إلى درجة لم يعد السوريون قادرون على تحملها من كثرة ضغوط الحياة عليهم.